صباح الخير والعافية على كل مشاهدي برنامج الرشيد والناس. حلقة جديدة من برنامجنا بالتحديد من منطقة حي الجامعة. راح نكون ساعة وياكم. أي شخص بالقرب من منطقة حي الجامعة أو ساكن بحي الجامعة عنده مشكلة أو حاب يطرحها لنا، راح نكون متواجدين ساعة كاملة من 9 إلى حد الساعة 10 لنقل أصواتكم إلى الجهات المعنية. مشاكل تزيد ما تقل في ظل ظروف وأوضاع صحية غريبة. كل دول العالم بدأت تسيطر على انتشار الفيروس أو تحجم من انتشار الفيروس، إلا بالعراق ماكو أي حل إلى حد الآن ولا أكو إجراء متخذ من قبل وزارة الصحة. المفروض يكون دورهم فعال أكبر وأكثر. نأمل الأيام القادمة يكون أكو إجراء سريع من أجل صحة المواطنين والحفاظ على حياة المواطنين. خلينا نبدأ يا ناسنا وهنا ونسمع مشاكلهم. صباح الخير. صباح الخير. شوكم؟ طبعا هذا العدد اللي تشوفوه تجمهر للمواطنين بالشارع الرئيسي بالشارع العام لحي الجامعة. عندهم مشاكل، كلهم أصحاب محلات وأصحاب رزق، ومشاكل تواجه رزقهم. راح نسمع من عندهم ونفتهم من عندهم شنو المشاكل اللي دا يواجهوها، وان شاء الله نتواصل بالمباشر مع الجهات المسؤولة من اجل ايجاد حلول لكل مشاكلهم. صباح الخير. صباح الخير. شو صباح الخير. شلونك؟ صباح النور. الله يخليك ويسلمك. الله يسلمك. خليك. احنا طبعا بهالمناسبة الحمد لله انه جيت وصدفة، احنا دا نمر بمشكلة كلش كبيرة والنتيجة انه ما لها حل. وهذا منتدى شباب الفاروق بحي الجامعة، هذا كان وزارة المالية مخصصة لوزارة الشباب والرياضة. فهمني على كيفك وحدة وحدة. أنا مريت من هنا، يعني كان في بالي بأنه نطلع الحلقة من بداية حي الجامعة لأن هناك يمكن أكثر تجمع للمواطنين ونقدر نحكيهم، لكن شفت هنا أنا تجمعكم. نعم. فهمني وحدة وحدة، أي منتدى أنتوا؟ شنو شغلكم؟ منتدى شباب الفاروق مكون من منتدى وملاعب. شنو هذا؟ ومحلات. منتدى شباب الفاروق بحي الجامعه. منتدى رياضي. هذا هسه هذا؟ اي نعم. هذا منتدى رياضي. نعم هذا منتدى رياضي. نعم هذا تابع لمن؟ تابع شان وزاره الشباب والرياضه. بعد تحول للماليه. اجى واحد مستثمر اجى خذه، يعني يومي يجي يهددنا، انتم تطلعون ولا عجب شفل عليكم. يوم من الايام اجى خلى الشفل هنا، قال انا لا اشيلكم، انا مو صاحب محل. اسمع لي، خلينا نورك. هاي وفق قوانين وكتب قوانين طبعا الماليه. اول شيء هو من اجى يريد يشيلكم وفق شنو؟ يقول لك انا عندي كتب. رحنا للماليه نقول لهم يابا ترى هذا يجيش علينا، احنا طبعا احنا تابعين للماليه. زين. يقول لا هذا ما له علاقه بي، احنا مو تابعين عنه. زين اوكي. انا في بالنسبه لي انا مو صاحب محل، انا بيتي هنا، انا عندي 3 ولد. زين. هذا الولد هنا يجون ناب هذا النادي، ذاك من الايام اجى هنا يتدربون بالنادي كذا، كان هو كان مستثمر وجاب جماعه وياه، كان يقول طلع بعد ما حد يجي. زين احنا وين نروح؟ زين هو بس متنفذ عمو، يعني هو استثمره بالصوره القانونيه. لا مو قانونيه، يعني هو الماليه ما موافقه. وزارة المالية تريد القاع والآن صاحبة الأرض. بس معلي يعني شب... لا وزارة الشباب لا موافقة. وزارة المالية أخي قبل قول بس قبل العيد استثمار موافقة. شلون يعني بس حاصل على إجازة من هيئة استثمار بغداد؟ أي. هو يعني حاصل على إجازة بطرق هاي الإجازة. أي. بطرق هاي الإجازة يريد يأخذ المنتدى، استولى على المنتدى، موظفين ما يخليهم يدخلون، اللاعب ما يخليهم يدخلون المنطقة كلهم، أي واحد يريد يجي للمنتدى ما حد يخليه. وزارة المالية رفضت هذا الشيء، قالت الأرض باسمي ورفضت هذا الشيء، وعندي سند يثبت هذا الشيء. وين هذن الأمور اللي تتحدث عليهن؟ خلينا موجودة. اعطيني حسن. يعني يوم من الايام جينا وزير الشباب والرياضه قبل ما يجي عدنان الدرجال هنا، اجى كان يقول ممنوع بعد اي احد يجي هذا منتدى رياضي. يعني حتى وزير الشباب والرياضه الحالي هم يجي؟ هي الحالي هم يجي. بس ما ادري شو وقت يجي الحالي. اجى الحالي بهذا العيد ورا بيومين وقال ممنوع بعد اي مستثمر يجي هنا لانه هذا تابع للرياضه. نعم زين. حاليا موجود حتى كتاب بي اخي، موجود بي هذا. زين ورا شويه وش سوى؟ هو جاب شفرات. وقبل دكتور احمد رياض هم اجى وخلى صبات وجا جاب شفرات. كان يقول انا بالنسبه لي انا عندي قانون هنا. شو يقول القانون؟ يقول القوه هي القانون. فهذا يعني شلون هي قوه هي؟ يقول لك انا ما طلع عندي انا قوه، القوه هي القانون. هسه وين ما تدور روح منين لقوه؟ يعني هو انت اخي استاذي العزيز هذا الكاب اراده واصرف. هو قانون القوة. شنو تقصد؟ هو يقول لك أنا شنو القوة؟ هو يقول لك القوة أنا قانون. ياسر أستاذ ياسر شايف مستثمر تجي وراء سيارات عسكرية، هيك القوة. سيارات عسكرية رقمها دفاع. الله تدخل وراء المستثمر وما يخلي ولا واحد. هو ما يخلي ولا واحد. هاي جاز هذا أمر وزاري من الدكتور أحمد رياض.
وزير وزير شباب الرياضه اي امر وزاري وشوفه لاغي العقد تلقائيا ويا ارفع الكاميرا لاغي العقد تلقائيا ويا المستثمر زين زين وانطى كتاب العمليات بغداد وما تنفذ هذا كتب له عمليات بغداد من وزاره الماليه بتاريخ جديده هاي بتاريخ 2019 2019 26/6 عندي عندي هاك هذا كتاب من وزير الشباب والرياضة الحالي من عدنان درجال بإيقاف العمل بتاريخ 21/5 نعم منع العمل بال 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 بالمنتدى ولحد الآن ماكو ما حد يوقفه ولا حد يقدر يوقفه يا أخي لحد اليوم هو يشتغل هو ممنوع. وأتمنى ممنوع. أتمنى أستاذ ياسر تجي وياي الموقع وتشوف الموقع أستاذ ياسر أستاذ ياسر هنا 200 عائلة عايشة على محلات يريد يفلشها ويريد يسوي مول تجاري يا مول تجاري هو احنا بحال مول تجاري عم العالم ميت من الجوع عالم ميت من الجوع يا مول تجاري 200 عائله يريد يضربهم شلاق ويشمرهم عمي ولا شنو مجرد عبد الحسين عبطان الوزير السابق منطيه اجازه استثماريه وخلص وبالمناسبه انطى اجازه استثماريه واللغه التخصيص عليه فسخوا العقد واللغه التخصيص بقت هسه رجعت الارض الى وزاره الماليه يا اخي بس ماكو حل هذا كله وزاره الماليه تركض وزاره الشباب تركض اذا خلي اشوف انت ها يعني هسه هذا يرجى التفضل بالاعاز وتهيئه قوه عسكريه لغرض عدم السماح للشركه المنفذه لمشروع منتدى شباب ورياضه الفاروق في مدينة بغداد جانب الكرخ باستئناف العمل في المشروع أعلاه خلال عطلة عيد الفطر المبارك وأيام حضرة التجوال لكون الموضوع مطروح أمام مجلس الوزراء فضلا عن وجود مشاكل بين الوزارة والشركة المنفذة للمشروع المذكر للتفضل بالاطلاع واتخاذ ما يلزم بصدد الموضوع وإعلامنا مع التقدير عدنان درجال مطر وزير الشباب والرياضة هذا الكلام شون؟ هذا هسه ضربه بعرض الحائط هذا كتاب هذا مال الوزير يعني هو الوزير هسه يعني الوزير من يوقع يجي يستثمر يكسر كلام الوزير على مود يسوي اللي يريده هو يعني ماكو شي حل احنا الناشد الكاظمي بهذه الصوره ومننا جميع اهالي حي الجامعه ان هذا المشروع يلغي لنا لان 500 عائله بركبه الكاظمي وفق كلامكم والاوراق اللي طلعتوها وفق هالاوراق بانه المشروع على هذا الكلام ملغي استاذ وزاره الشباب والرياضه عليه من تعتمد على استثمار وزاره الشباب مو صحيح هذا كتاب من علي شمس الدين من علي شمس الدين هو ابو استثمار وزاره الشباب والرياضه مدير استثمار وزاره الشباب والرياضه اقرا لي يا استاذ استنادا الى موافقه السيد الوزير على محضر اللجنه المشكله بالامر الاداري المرقم 14486 في 14/10/2018 والمتضمن فسخ عقد مشروع مول الربيع للمستثمر شركه الساحل للاستثمارات العقاريه يرجى اتخاذ الاجراءات بحق الشركه المستثمره زين يعني استاذ الاستثمار مال وزارة الشباب والرياضة يقول ملغي الوزير يقول ملغي وزارة المالية هاك يعني كلها تقول ملغي وزارة شوف كتب وزارة المالية وبعدين يشتغل ورافعين دعوة عليها وزارة المالية رافع دعوة هذا كتاب من وزارة المالية رافعين عليها دعوة زين اعرض نخلي وهذا كتاب 2020 هذا 9/2/2020 هذا معنون الى هيئة استثمار بغداد استاذ ماكو حل ماكو حل ما حد يوقفه احنا نريد نعرف هذا منين هذا الشخص ماكو احد يوقفه شلون ماكو قوه جاي توقفه وزير اجى ولغى المشروع احمد رياض لغى المشروع قال المشروع هذا غير قانوني ولغاه نعم واجت وزاره الماليه وسوت عليه دعوه وغلقت الموقع ونفس الحاله ولحد هسه اللحظه هاي هو بعده يشتغل زين منتدى صار له 70 سنه عمره يا اخي منطقه راح يعدموها من وراء استثمار من وراء شخص يريد يستفاد هذا الشخص منو هذا اللي مدى يوقف ولا حد يقبل يوقفه وشفت بعينك الكتاب مال وزاره الماليه شلون الكتاب مال الشباب يعني والرياضه هسه هذا الموضوع اللي تتحدثون عليه نعم يعني المستثمر كاسر كل القوانين ما عنده ما حد يوقفه نهائيا ما حد يوقفه على وفق الكتب الرسميه نعم هاي الكتب شفتها والقنوات كلها حكت زين بشرفك منطقه شكبر الاف العوائل الاف الشباب الاف الاطفال دول وين المتنفس مالتهم هو هذا المتنفس الوحيد هذا المتنفس الوحيد منتدى صار له 70 سنه عمره يا اخي بيوم وليله ينطول مستثمر روح شوف ايش مسوي بالملعب
ملعب لغه ملعب مال كره قدم، ملعب مال خماسي، ملعب مال شو اسمه قاعه مال ملاكمه، منتدى كامل، منتدى كامل، مسرح، كل شيء بيه، بتكون من كل شيء. زين يعني على المتحدث الرسمي باذن وزاره الشباب والرياضه. نعم، واذا تطلب الامر اتواصل مباشر مع نعم. معالي وزير الشباب والرياضه. خلينا نشوف المتحدث. نعم، شوف المتحدث ايش حيقول، شنو الموضوع. ثانيا مشغول نزل رساله. استاذ احنا استاذ احنا 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 الناشد وزير الشباب والرياضه عدنان درجال يوقف هذا الاستثمار، ورئيس الوزراء ايضا، لانه هذا متنفس للمنطقه وشيء شيء تاريخي وراقي للمنطقه مع الاسف. يعني بس هذا اللي بقى، اي مع الاسف، هي بس هذا البقى، بس هذا البقى للمنطقه. يعني حتى هذا يريدون ينهوا، والناشد رئيس الوزراء سيد مصطفى الكاظمي يريد ينهينا هذا الموضوع. زين هذا مطالبنا، واحنا ناس كسبه وعلى باب الله 200 عائله ما عندنا ارزاقنا، بس على الله وعلى ذن المحلات. يعني هيك وصل مرحله الفقير ينداس بالقندره ويقولوا له يلا روح، ما يصير. مجرد السياسيين مجرد الكبار ياخذون فلوس ورشاوي وشدات، وهذا الفقير يقول لك يلا يلا بالشارع بالشارع اطلع، ما يصير هذا الشيء. استاذ ياسر، استاذ ياسر، احنا الناشط قناتكم، انا بخدمتك، القانون فوق الكل، الكتب اللي عندكم قانوني، تأكد قانوني انه هذا الموضوع ملغي. استاذ تقدر تتصل بعقارات الدولة. نعم استاذ، الى عندك المالية. وزارة المالية وتشوفهم. نعم. وتشوف موقفهم. انا بدي اتصل بالمباشر على الهاتف الشخصي للسيد معالي وزير الشباب والرياضة. احنا مو تجاوز، مو جايين وبانين بكيفنا، هاي محلات مشيدة من 92 بيها عقود، ودنا ندفع ايجارات للدولة. زين انت تجي تقطع 400 مليون تجي ايرادات للدولة، تقطعها وتروح تعطيها المستثمر ببلاش بالشهر 400 مليون ايراداتهم. زين عجيبه، يعني قبل سنتين عمروه بثلاث مليارات. شلون مركز الشباب عمروه قبل سنتين؟ قبل سنتين هسه تهدموه، هسه تهدم. ثلاث مليارات لحد الان ما مسددين فلوس للمقاول. يعني المقاول اللي بنى البني شو اسمه لحد الان هو يطلبهم 500 مليون. زين شلون 500 مليون لحد الان يطلبهم على ذن اللي القاعات اللي انبنن هنا. انا بدي احاول احصل احد من وزاره الشباب والرياضه. لا احاول اتصل على حد، بس اسمح لي خلي احنا مو محل ومحلين، 49 محل، يعني 300 عائله بيها، هاي شمرها بالشارع يعني الله يقبلها. يعني هو يستفاد وفلوس ويسوي. زين زين قحط مولات، هي بالجامعه 6 مولات، هنا 6 مولات اكو بالجامعه، وهو السابع. يعني الرياضه راح ينهوها، الرياضه راح ينهوها. انت شنو تعرف قبل جامايكا؟ تعرفها شنو قبل؟ مساحتها قد البصره، وهي هسه تنافس الولايات المتحده بالالعاب الرياضيه. زين بالالعاب القوه من جت هي؟ غير من الرياضه، غير الرياضه اللي ترفع الدوله وطنيه، غير هي الرياضه اللي ترفع الدوله. لو اسوي مول، مول هو اللي يرفع الدوله، يعني استهلاكي وين الفلوس؟ هسه المولات وين ما نروح؟ بغداد ما تروسه. هسه اي هاي المنصور واحد، هم اي واحد هاي هنا أنا واحد بصفر. اي واحد هسه بالدوله هو اللي يسوي مولات، اي مكان بده يشوفوه مكان محترم شنو، لو ما ادري ايش يصير طلعوا حفروها سووا مول بمكانه. يعني شو العالم وين تروح؟ روح نجدي، قوم روح نجدي، الله ما يقبلها. الله يكون بعونك. يعني هالعمر هذا انا عمري 65 سنه. عندك محل بابا هنا؟ عندي محل هنا أي. عمري 65 سنه. زين انا بعد شوي شنو انتظر؟ زين شو اروح اجدي اطلع بشارع؟ زين انا تبع عوائل معيش هذا المحل، تبع عوائل معيش هذا المحل، وين اولي؟ وين اروح يعني؟ زين جاء اطلع بالشارع يجدون، لو اروح اشتغل تاكسي بهالعمر هذا؟ الله يقبلها، محمد يقبلها، الاسلام تقبلها، لا راتب لا تقاعد لا كل شيء ماكو، وعايش على المحل هذا. زين ولدي يطلعني في سبيل هو يستفاد، وولده وغيره، وقاعد بالخارج، هنا أنا كنز لهم يعتبر، هذا يعتبر كنز لهم. يعني ياخذ هناك. يعني شنو المستثمر صار فوق الكل؟ ما اعرف اي قوه ما توقفه، اي قوه ما توقف، يعني فوق القانون ما اعرف، فوق القانون غيرها ما يوقف نهائيا، ما يعترف بالقانون، ماكو لا عنده قانون ولا فوق القوي بيشتغل بقوه. دا يجي خليهم صلاح، خليهم على راحتهم، عفوا مو بالضروره خليهم اي تفضل. بيشتغل بالقوه، منع تجوال، والعالم قاعده بالبيوت، وازمه وكورونا، ويجي من هنا يحفر ويطلع، فوت هسه راح ناخذك وتفرج باوع شو مسوي بالقاع. بعيد من هنا بعيد. يا تو اول ما تدوب الفرع. وتفرج باوع شو مسوي، باوع شكله مال الاستثمار هذا راح يصير له شنو، فرج.
امرت الله ورسوله تخريب وفساد مشروع من ساسر راسل التعب نفسك هاي النهايه نمشي صلاح يلا جزاكم الله خير وين دلونا هذا عملتوا فيات تعال غريب علينا استاذ حتى القطعه الله والدي القطعه مال منتدى شباب الفاروق شالها هو ما محصل اي موافقات وشال القطعه على يا اساس دائره حكوميه تنشال القطعه مالتها القطعه الاعلانيه المكتوب عليها منتدى شباب الفاروق على يا اساس استاذ تخيل انا مواطن فقير هسه اروح اشيل حاجه برغي من دائره الدوله شو يصير علي استاذ تعرف انت يعني هو شال حتى منتدى شباب الفاروق قطعه ايش كبر ايش عرضها شالها زين تواصلتوا ويا جهات معنيه والله استاذ ما خلينا استاذ اكثر من وزير يجي يلغي المشروع تعال يمي تفضل وزير يجي يلغي المشروع وزير ايش كبر ايش عرضه يجي اجى دكتور احمد واجا ولغى قال هذا المشروع غير قانوني زين ولغى المشروع ولغى عقد الاستثمار وصدر به كتاب وكان وياه حتى استاذ شاكر الجبوري مدير القانونيه مال الشباب الرياضه جزاهم الله خير اجوا ولغوا المشروع على اعتبار انه غير قانوني زين ثاني يوم يشتغل ولا كانه ولا عبالك اجى وزير ولغى المشروع يا اخي هذا اذا يتجاوز فوق القانون شنو معناها بس اردفت انا فهمني شنو معناها دور القوه الماسكه للار والله هذا كتاب عرضوا لك اياه عرضوا لك الكتاب انهم خاطبين عمليات بغداد وما حد اجى ما شفنا وقفوا العمل وزاره الماليه جدي حط الصبات وهم شالوها هم رفعوها يعني هو رفع الصبات اي رفعوها الصبات حتى الشرطه طردوا ولا موضوع هو ماكو هسه قوه ماكو هسه راح نصور الشرطه نفسهم طردهم الشرطه نفسهم القوه ماكو ذاك اللوري شوف هسه جاي شوفوا تصوير وقف لوريات اذا شوفوا الاليات مالته خلي يصور هناك اللوريات مالته الاليات واقفات الليغات شنو هاي هلا ليات ما تجي تنقل ما جاي يوقف والله ما جاي يوقف هاي صار له فتره ما جاي يوقف انا بالنسبه لي ما عندي محل احنا هالمنطقه هنا يعني اذا هذا هسه فلش احنا وين نروح جهالنا صار اربع سنين انت هنا بالمنطقه انا بالمنطقه استاذ احنا ناشده مثل العاصمه احنا 30 دار وانا وين جهالنا وين تروح احنا مسجلين صار اربع سنين انا جهالي مسجلهم هنا بالمنتدى قاعات تاكوندو كلها يجي يفلشها ليش 30 احنا دار هاي اسامينا هاي كل امينة العاصمه يعني وين موقفها من هذا الشيء امينة العاصمه موقفها وين ما جتي قالت له وين الاجازه مالتك شلون دا تشتغل حفر النادي نزل بيه مترتين جوا القاع زين احنا هسه فلش حفر نزل اساس بدون جدوى اقتصاديه حتى السياج مال النادي وقع عليهم بدون خبره يعني هذا السياج اللي حفره وقع لو وقع على احد الدور احد الاطفال هو يتحمل مسؤوليته السياج ارتفاع 4 امتار اطفال 24 ساعه يلعبون بيه بالملعب حفره ووقعه زين ما حد اجى قال له مدير النادي ما اجى قال له تعال انت شلون تشتغل قطعه مال النادي يجي يشيلها انا جاي اربع سنين مسجلهم بالقاعه هسه وين اوديهم ما عندنا متنفس بالمنطقه بس هذا يجي يسوي يريد يسوي 200 محل شلون نطبه ونطلع لبيوتنا احنا بعد 200 محل يريد يسوي يعني حيتجامع ساعتين المغرب هي تقفل يصير ازدحام اذا صار 200 محل بهذا الشارع شلون نطبه ونطلع لبيوتنا بعد نشيل منها والله نبيع بيوتنا ونطلع هذا سوء تخطيط شلون بابا شلون هذا سوء تخطيط يعتبر انت من جاي سوء اداره انت رئيس وزراء من تشي انا تعجب على رئيس وزراء اول ما اجي قال احنا عندنا خلل بالاداره زين هاي الاداره بشرفك هاي الاداره تعال جزاكم الله خير قناه الرشيد تعال صور هاي مو سوء اداره ما يجي ورا رئيس وزراء مصطفى الكاظمي ما يركب سيارته ويجي باوع بلشت فلش للنادي بعد كل حفره هسه بيه بعد ما يعني شو اقول لك تريلات من الصبح لليل تنقل يعني ماكو ايش وضعيه يعني انت منين جايبه حتى موظفين منعهم للدخول من السانده غير نفتهين نريد نعرف من السانده يعني من السانده غير نعرف احنا يعني دي يجيك وزير دي اقول لك ملغي وهو دي له شنو الموضوع ما عاد يدري هسه احنا وين هسه هو لو شالته اصوليه ليش ما يطبب الاليات قدام الكاميرا هاي الاليات مالته اكثر خليني اصورها شوف الاليات والكرينات اذا شالته اصوليه غير يطب قدام الكاميرا حتى هو جاي يشتغل بالاصولي بس هو شالته مو اصوليه مو رسميه ما كتاب رسمي قد جاي يشتغل هيك يعني ما ادري اذا اتصل على المتحدث لا يمكنني الرد يعني المتحدث الرسمي باسم وزاره الشباب والرياضه صار لها من 2017 لحد اليوم ليش ما تنسحب الاجازه بس اردفت هذا مو قانون العراقي هيك يقول ليش ما انسحبت الاجازه من عنده ما نفذ كل شيء بالمشروع هو واجازته اصلا غير قانونيه كل العمل مالته القطعه مالته
زين هاي دقها بمكان كذا علي النادي شالها القطعه مال يعني باع الحاله اللي يعني عين ابد ما تنكسر بس شوف الحاله وشوف الوضعيه انت شايف مستثمر يجي بنص الليل يحط القطع مالته بنص الليل اجى قعدنا الصبح لقيناها محطوطات ليش بالمناسبه ليش استاذ ياسر بس شوف قيمه المشروع ايش قد قيمه المشروع بس المبلغ مالته 54 مليون دولار زين هو هذا مال واحد 54 مليون دولار ذاك السياج الوقع روح شوفه جايب شبابيك من الشارع وخالين مال الدعايه على الاقل زين هو واقع مستثمر عنده 54 مليون دولار روح شوف لي بس سياج تضحك مطلع دواره لامين شبابيك وخلاهن وسدهن وهذا واقع هذا ما يصير هذا الحكي شوف الدمار هذا استثمار لو دمار تعال شوفه خلي العراقيين كلهم يشوفون تعال شوف هم بيحكمون احنا طلعنا خماسي وسداسي ملعب خماسي وسداسي كلها فلشها باقه هذا جو قاعه مال تاكوندو مسرح عندنا هنا مسرح اجى شافه عدنان درجال وطبع عليه يعني وزيرين ما يقدر يوقفون مستثمر وزيرين العد احنا شو نسوي وزيرين ما يوقفون مستثمر اذا الوزير ما بيده شيء العد من بيده شيء بس ردفته من هنا وزيرين ما يقدرون عليه الله اكبر والله نحرقه والله هاي القطعة دكتور شاكر من اجى شاف النادي قال احنا ما نعطي موافقة قال لهم هاي القطعة ما بتنشال ياتها لليوم اسمع صوتك فرج باعش قصالها قطعة ما يقدر يشيل تعال احكم وزير هاي غرفة مال الشرطة هنا مال الحرس الاف بي اس فلشها املاك دولة يفلشها ليش املاك دولة هاي غرفة مال الشرطة الاف بي اس هنا فلشها بالحفارة يا هاي تعال شوفها هنا ورا الحي حتى هاي مال تفتيش النساء كاتبين عليه هنا زين املاك دولة هاي شنو القانون هاي املاك الدولة قانونها 15 سنه هاي زين يفلش بنايه مال الدوله هنا والله ما اعرف شنو هالاجراء قبل 6 اشهر صارت هنا انا دوره مال استاذ يعني شوف هاي المساحه كلها يريد يسويها مول وقاعه تزلج 200 محل زين احنا هاي شوف البيوت احنا هسه كلتنا احنا هاي الاسامي مالتنا احنا هاي البيوت تجمعنا يعني هذا الشارع يتحمل 200 محل وقاعات بس اردفته هذا الشارع يعني احنا هاي بيتنا راح ابيع انا ذاك اليوم اشتريناها ب 800 مليون انا قعدت على منتدى هم يسجل جهالي وين راح انطي وجهي بعد اني وانا اروح انا جاء اهل المنطقه يعني ملعب المحلات لهنا هذا كان ملعب مال كره قدم هذا اجي حاسب اقول له وين الملعب ملعب هنا مال كره قدم يجون بيه من النجف يجون بيه من كربله بس شويه ليك جوا بس باوع بس اتفرج بس شوف يعني بخلي الكاميرا ماكو سفردعي لا شرطه ولا كل شيء ماكو كل مطردهم تعال بشوف تعال ماكو هسه هنا خلي صور الكاميرا من هنا هذا واضح المشروع هسه واضح يعني العمل بيه واضح يعني هاي السيارات مال النادي المره راح تروح مال نادي شباب كنا نركب بيها كوسترات هذني نروح بيه المحافظات نلعب دوري محابس وبالك وين نروح هسه السيارات ذبهن هنا وراحت المن راح تظل هذني زين هسه انا اذا اروح ابوك هذا البوري مال مي هذا مو هسه الامه كلها تجي علي ذمه وبالك علينا ليش ما حد يجي يحاسبه وين هاي السياره وين مدير النادي يقول له تعال انت شنو انت المسؤول هنا وين هي مو بس النادي استاذ هي المحلات واصحاب المحلات استاذ عز النادي خلي بس المصور يريد يصور هنا كانت القطعه منتدى شباب الفاروق لغوها لغت اي لغوها منتدى شباب الفاروق لغت بعيد عنه هو المكان هو نادي ومكان ترفيه للمنطقه اصحاب المحلات اللي رزقهم هنا 44 محل اللي ايجاراتهم كذا ارقام بعيد عن الرقم المضبوط كذا رقم ايجار كل محل قاعد عليه فد عائلتين ثلاثه هاي بعدين وين يروح كلها وعود كاذبه واحنا بس نكمل نعطيكم محلات وكله كلام بالهواء هو قطعه ما قدر يشيل راح يعطيك محل بعدين زين انت على ما يكمل المشروع من الناس سنه سنتين انت شلون تعيش وين تروح على البطاله الموجوده للخريجين اللي قاعدين ما تستوعب الخريجين كلها قاعدين بس احنا كلنا خريجين وقاعدين كلنا اصحاب شهادات رزقنا على هالمحل لا انا اقدر اشتغل بشهادتي ولا الاهلي يلفيك زين ورزقك حياخذوه من عندك وبعدين وين تروح انبوك هذا تبوك تطلع غير شغله عليك النوبه لا يلبسوا غير سالفه لا بيك ولا اخلاقك زين ابن عام زين انت تتجاهد بس على رزقك زين ورزقك انت اللي تسعى عليه روح من عندك هيك بكل سهوله ما ترهم الايجارات ندفع تفضل يمي الماليه النوبان هسه وين ما احط ايدي تطلع لي كمامه تفضل يمي الايجارات سددناها الماليه
نفس الوقت عندك هاي متنفس للمنطقه، يعني المنطقه مختنقه اصلا زين. حي الجامعه ما تستوعب هيك، ما تستوعب هيك امور، يعني حي الجامعه اصلا ما بيها مكان واحد يطبق سيارته، يعني هاي العالم وين تروح؟ هاي العوائل اللي عايشه على هاي المحلات، العمال اللي بيها، يعني الف واحد عايش على هاي المحلات، وين تروح هاي العالم؟ يعني احنا ناشد سيادة رئيس الوزراء يحل لنا هذا الموضوع، هذا الموضوع رزق عوائل، هذا الموضوع أذية للمنطقة، هذا موضوع الله ما يقبل به. والله استاذ ياسر الوزير ما يسوي شيء. أحكيك يا صراحة. استاذ أحمد رياض اجى ووقف المشروع وهذا ما امتثل، واجى وراه الاستاذ عدنان درجال ونفس الحالة وما امتثل. لمن يمتثل؟ ما أعرف يعني أنا أقول لك احنا راح هسه نوصل صوتنا رئيس الوزراء. نشوف إذا رئيس الوزراء ما على غير، لا هذا هو بعد نطلع ونتهي الموضوع. إذا رئيس الوزراء ما يحل منو يحل؟ منو يحل؟ يعني ما يعني شخص ما عنده أوراق، لا عنده أوراق رسمية، لا عنده ما عنده أي مستمسك، مجرد إجازة استثمارية بال 2016 ومبيوعة من شخص، الشخص ثلاث أشخاص زين؟ يعني مصيبة. مدتها 6 أشهر. كتب صريحة إنه توقف المشروع. كتب صريحة عندك توقف المشروع. كتب صريحة يعني من موقعة من وزيرين. تعال تعال تعال. موقعة من وزيرين، موقعة من وزيرين، كتب إيقاف المشروع. نعم. تعال شوف ذاك الملعب سووه قبل سنتين. زين هسه راح يفلشه. هذه قاعة مال رفعوا عليه قبل سنتين المشروع. 3 مليارات. 3 مليارات صافين عليه. وبعد المقاول يطلب فلوس. الله يسعدك. الو السلام عليكم. ناس ساكن بهذا المكان؟ اي انا بيت شوي اللي قدام ماسك تجي وشفت التجمع هذا مالتكم وقل. اي انا عندي انا اطفال يعني وين يدور يروحون؟ شان هنا يجون بالنادي يلعبون ملاكمه ويلعبون هنا بالقاعات وكذا وهذا، هسه قاموا يجون شوف هسه تبعنا. تستر فيه كان. هو اعتيادي هذا الجال، شوف هسه وجهه نظرك انت هسه، بس اسمح لي هسه شفت على هذا التراب انا تقدر تدخل اطفالك يجون لهنا؟ لا هو يعني انا وين يروحون؟ ماكو اساس هذا هسه في غنى، بس اسمح لي. هاي الصوره تقول هذا مو منتدى. مو منتدى هسه ما اقدر ادخل، وين يجون هنا؟ شو يسوون؟ شو يسوون هسه هنا؟ زين يعني هسه في غنى هسه هاي كورونا بالله راح تروح اذا مو اليوم باكر، زين احنا وتنفذ مال اطفالنا وين يروحون؟ صح لو غلط. مدربين 2 مال تاكوين داني جوالي عندهم مسجلين. الله يكون بعون. هذا كليته. خليني اعطي مجال لان حكيت تدخلي. هذا كان كليته هذا هنا زرع وكذا وتهيئ كليته يجون هنا يلعبون طابه وكذا، هذا صار المغربيه يرجعون لبيوتنا، زين يطلعون لا شارع عام ولا هم يعزلون كذا، هذا يجون من المدارس يلعبون هنا تايكوندو ملاكمه وكذا، وهذا هسه شو شرفك وهذا نادي؟ ماكو شي منطق. يعني على مود انه يسوي له مول يخرب له منطقه كامله واطفاله وين تروح؟ ليش؟ شنو فرقنا عن العالم احنا؟ يعني بهذا المكان المفروض يكون ترفيهي لاهالي المنطقه. هي هسه مو ترفيه، مو وبالاضافه الوجه للمكان هو مشروع. لا هو اهم شيء هو مصلحته هذا، انه انا مثلا اسوي لي انا هنا شيء اللي اريده وبطاقاتي وبالي علاقه بالعالم، هذا هو. زين اطفالنا وين يروحون؟ ليش؟ باش عقب اذا هذا ابني هسه عمره 5 6 7 سنين، باش عقب 18 سنه وين يروح؟ ليش؟ روح العظمية على مدن هذا مال العظمية. كيف صار لهذا المنتدى؟ حول 3 سنوات. 68 من ال 68 لاعبين يا ابو لاعبين. هذا المنتدى من 68. من 68 هنا. وهسه بيوم وليلة. وبالتسعينات صار نادي التجارة الرياضي يعني. شباب اهل المنطقة خليه يتقربون يمي. هذا 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 استاذ ياسر كان ملعب خاص بنادي التجارة الرياضي. تعالوا خلي احكي وياكم. خلي نفتن الموضوع. تعالوا شباب. يلا. تفضلوا تفضلوا يمي. خرج لواعيب وخرج هاي، هذا نادي التجاره كان، هذا خاص نادي التجاره بفتره التسعينات. زين نادي يلعب درجه اولى هيك يسوي بيه؟ شوف الملعب واحد ملعب دمره. اي ملعب وكل شيء ماضي. هذا ملعب ليش يتفضلون الرجال؟ قال بانه الشباب استثمارنا، يعني اجى قال احنا عندنا الاستثمار بالشباب اهم من الاستثمار باي مولات وباي بناء وباي شيء. زين اوجه كتاب وسوى ايقاف للعمل، الكتاب العمليات بغداد، وده ننتظر احنا هسه النتيجه. الى حد الان من تاريخ 21/5 الى حد الان ماكو اي شيء. 2020 نعم، والى حد الان ماكو اي نتيجه، واحنا ده ندفع ايجارات. رمضان هذا رمضان الفات بعد عدنان درجال ما مستلم الوزاره، ما مستلم ملف الوزاره. احنا سادين الشارع، خلي شويه نمشي حتى نوقف بمكان قريب من 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 سد بي شارع. اي تفضل امشي وياي. تفضل تفضل. ايه اي برمضان جابه بالليل. ايه. برمضان بعده ما مستلم الوزاره. زين يعني هو يوم جابه يوم الجمعه، هو يوم الاحد يلا استلم ملف الوزاره الرياضه والشباب. زين جابه بالليل الساعه 9 بالليل جابه هنا على شنو؟ ايه وزير يجي بالتسعة بالليل. أيه. شو شوف من المنتدى؟ شفته من عنده؟ زين
وهاي التراب هذا كله بالحظر كله شالوه باقوه وراحوا دفنوا بيه ناس سريع هذا. اي تراب اي تراب هذا شالوه من الساحه. هذا شالوه من الساحه. زين حتى التراب هذا اذا اكو تخطيط اذا اكو تخطيط وبناء زين غيرك مهندسين غيرك في الشيء الوسطيه يسوون مال الخط السريع. ابو حفاره يجي عند اللوريات مالته يجي عمو حبيبي بس خليني نمشي حتى ما نسد الطريق يبوق التراب تهدين الطريق هسه بالحفارات يشيلوا التراب ويبوقوها كل شيء مال تخطيط. نريد اتصال من عندك للجهات المعنيه نريدهم يشوفون عن طريقكم نوصل صوتنا عن طريق قناتكم. اتصال هسه اتصال اريدك تتصل لنا على الهواء وزير الشباب والرياضه. نعم الو السلام عليكم. صباح الخير استاذ عدنان مع الوزير الشباب والرياضه. الله يحفظك. عفوا معاليك اني اليوم حلقتي مباشر بالضبط من منطقه حي الجامعه بالقرب من منتدى الفاروق اللي معروض للاستثمار وكتب رسمية وقفت الاستثمار من جنابكم الكريم. والآن المواطنين أهالي المنطقة وأصحاب المحلات اللي تابعة إلى منتدى الفاروق واقفين يمي ودي يسمعون كلامك وأيضا كلامك على الهواء مباشر يسمعون مشاهدين. وقف كلامي على الهواء مباشر هو شو اسمه؟ نعم. يا ياسر أكو واحد يسوي هسه ربك إذا تخلي عن كلام ماسك ما تسجل. هسه مباشر أنا معاليك. لأن الوضع حرج جدا العالم تجمهرهم يعني أتمنى بأنه تتحملنا اتصلت بيك على الهواء مباشر. لا لا بس ما يخل حبيبي المفروض تعطيني خبر قبل ما تسوي هذا. نعم معاليك بعثت لك أنا مسج. نعم ما قلت لي لا قلت لي يعني ياسر مقدم هذا قلت لي شو اسمه. تمام هسه احنا على الهواء مباشر معاليك واني بالشارع والوضع حرج المواطنين بظل هاي الظروف متجمهرين حولنا ودي يتحدثون عن منتدى الفاروق وقالوا جناب وزير الشباب والرياضة السيد عدنان درجال امر بايقاف المشروع بكتب رسمية لكن الى حد الان صاحب المشروع دي يعمل بالمشروع حاليا ما شفت اني شيء بالكاميرا لكن على حسب كلامهم قالوا البارحه كان متواجد. الحد البارحه ويشتغل الحد البارحه يشتغل. والله انا حق الموضوع هذا بحثت مع رئيس هيئه الاستثمار الوطنيه مع رئيس هيئه الاستثمار بغداد. نعم واحنا بصدد يعني ايقاف هذا المشروع لان هذا المشروع فيه تجاوزات ومستخدم مساحه من الارض خارج يعني كبيرة جدا بحيث لم يتبقى للمنشآت الرياضية إلا شيء قليل وأعتقد أنه هذا الأمر هو يعني لا يتوافق مع القوانين. نعم وأنا تحدثت وياهم بشكل مباشر. نعم واعتقد انه احنا خلال الايام القادمه يعني راح تكون لنا جلسه وياه نهائيه. نعم لحسم الموضوع معاليك لحسم الموضوع. نعم بشكل نهائي لا يمكن بالنسبه لي ان اوافق الان يستمر هذا المشروع وهو يستخدم 95% من ارض. نعم من ارض منتدى الفاروق. نعم لاغراض تجاريه. نعم اللي يجب ان لا تتجاوز مساحة المرفقات التجارية عن 40% من مساحة الأرض. نعم وهذا ما بحثت أيضا مع رئيس هيئة الاستثمار الوطنية ورئيس هيئة الاستثمار بغداد. نعم إن شاء الله خلال الأيام القادمة راح تكون عندنا الجلسة النهائية لاتخاذ القرار يعني المناسب بهذا الخصوص ولكن يجب أن يعلم الجميع أنه أكو هناك أخطاء حدثت من الجميع وهناك أيضا أخطاء حدثت حتى من الوزارة بهذا الموضوع. نعم طيب معاليك أنا المواطنين يمي يردون جنابك بأنه توعدهم إن شاء الله القادم أفضل للمنتديات وأيضا بالأخص منتدى الفاروق. بس أول شيء الوعد ليس بإيدي أنا حنطيك واحدة من المقترحات اللي اقترحتها على المستثمر في حينها. نعم أنه إذا وجدنا أرض في حي الجامعة
الناشدة أنه هو يعمل فيها منتدى شبابي بدل المنتدى الشبابي اللي بنا ويستخدم هذه الأرض، ولكن لحد الآن لم نجد أرض مناسبة لعمل منتدى شبابي يليق بحي الجامعة. نعم. على الأساس إحنا في إيجاد يعني في صدد إيجاد حل مناسب لهذه المشكلة حقيقة. نعم 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 معالي وزير الشباب. وبالتالي هناك أكثر من فكرة مطروحة بهذا الجانب، بس ليعلم الجميع أنه لا يمكن أن نوافق على أي استثمار يقام على أرض شبابية أو رياضية أو منشآت رياضية أو شبابية على حساب شبابنا. نعم. شكرا شكرا جزيلا معالي وزير الشباب والرياضة السيد عدنان درجال. تحياتي لأهالي المنطقة وإن شاء الله يعني. وأني آسف لأن أزعجتك في يعني مثل هذا الوقت المبكر. حقيقة أنت فاجئ، هلا فاجئتني. معكم مشكلة بس، ولكن أنت فاجئتني لأن أتكلم وياك في البداية بمريخ. نمون عليك معاليك، نمون عليك، احنا ولدكم وناسكم واهلكم، نمون عليكم. اهلا وسهلا بيك، نتشرف بيك. تحياتي، بلغ تحياتي لجميع اهلنا. الله يحفظك. الله يحفظك. ناجدك ناجدك ان شاء الله، وما تخيب امنه ان شاء الله استاذ. شكرا شكرا جزيلا معالي وزير الشباب والرياضه، اشكرك، تحياتي لك. السيد عدنان درجال من خلال التواصل معه على الهواء مباشر أكد هسه أنا إذا ألبس كمامتي لو ما ألبسها لا تلبسها يعني أنا نصكم على هالحر هاي. الله واديك وجزاك الله ألف خير. الله يحفظكم. السيد معالي وزير الشباب والرياضة أكد على أنه الاستثمارات لوزارة الشباب والرياضة ستصبح وستصب بصالح الشباب العراقي وبصالح المواطن العراقي. إن شاء الله القادم يكون أفضل لكم إن شاء الله. أي نعم. باكر إذا رجع اشتغل أو هسه يعني رجع اشتغل شلون بهالحالة؟ نريد نفتهم، نريد نتيجة يعني نوصل لها. زين. شلون؟ القوة الماسكة للأرض. دكتور خالد. أي عمو صار تفضل، بس خلي شباب هسه إحنا سادين فرح كامل. لا بس لا مسدود عالم هاي حقوق عالم، تريد تفوت تريد تطلع، خلينا نتقدم على الشارع. تحية حب واحترام إلى معالي وزير الرياضة على الاستجابة السريعة والتواصل المباشر. طبعا اتصلت علي أنا بداية الأمر ما رد علي، دزيت له رسالة ومن بعدها اتصل بينا. أشكره على التواصل المباشر ويا ناسنا وأهلنا والاستماع لهم على الرغم من كل الجهد المبذول من جناب الكريم لإيقاف وزارة الشباب والرياضة بقوتها من أجل خدمة المواطن العراقي. يا أخوان احنا بظل ظروف استثنائية، اللي نأمل واللي نريده واللي نأمل به بأنه يكون اكو إجراءات فورية، مو مجرد كلام ولا سوف وسيصبح وفقط هذا الكلام، لا، نريد إجراء فوري ينفذ يطبق على أرض الواقع لخدمة العراقيين. اليوم المواطن العراقي تعب ناسنا وأهلنا. شباب بس اسمحوا لي حتى أقدر أحكي ويا العالم، اللافتات وخروا لي إياها اللافتات. يوم المواطن تعب ووصل إلى مرحلة بعد قام ما يتحمل أي كلام قام ما يتحمل. إذن خلاص المواطن يريد فعل، ما يريد أقوال، أفعال، يريد شيء يطبق على أرض الواقع نشوفه بعيننا. إن شاء الله القادم أفضل لكل ناسنا وأهلنا. شونك يا أبي؟ حياك الله. مرحبا. شون صحتك؟ يا أهلا وسهلا، مرحبا حبيبي بابا، تفضل. هذا النادي يعني خرج أجيال. نعم. بالرياضة والتربية. نعم. وما إلى ذلك. هاي المنطقة تعرف منطقة طبقة وسطى. نعم. ناس متحضرين مثقفين، وهذا النادي كان يقوم بدورة بامتصاص الشباب. زين. الآن تحت يافطة الاستثمار اللي الآن كل الشعب العراقي يعرف، هذا الاستثمار هو ليس أكثر من عملية غسيل أموال. هذا النادي بدل ما وزارة الشباب تعيد للحياة حتى تمتص الشباب ووقت فراغهم، يتم الاستثمار عندما تقرأ اليافطة مهبط سمتيات
وتنظر الى العمل. وانا دا اتحدث وياك انا مهندس مدني. شنو مهبط الان موجود في الدعايه اللي ترسل الكون انه ايضا فوق النادي راح يحطون مهبط. هذا هذه يعني الاكاذيب من تقارنها بنوع العمل يحطون مهبط ما في اي يروح اقراها المفروض تركز عليها لما لان هاي لي اغراض النصب والاحتيال. من تروح تركز على طبيعه العمل عندما تركز على طبيعه العمل تشوف الانهيارات مال التربه هسه المتجاوزين بها على الرصيف لان العمل بدائي عامل واحد وانهيارات تربه بدون شيت بايل وبالتالي هي عمليه تخريب اكثر ما عمليه بناء اللي نرجوه امتصاص احتقان الناس وغضبة الحليم خطيرة. هذه المناطق الآن تدمر بسبب شيء اسمه مولات. هذا الشارع مليان مولات. احنا بحاجة الى تفعيل النادي ملاعب حقيقية ما تكلف شيء، مسبح مرسم يمتص الشباب احسن ما يروحون باتجاهات اخرى. اما عمليات غسيل اموال هذه اصبحت واضحة للشعب العراقي. فنتمنى من وزير الشباب وهم حكومة انتقالية جاءت على اثر انتفاضة دول الناس، فعليها أن تقوم بإجراءات فعلية وإيقاف هذه المهزلة بدل ما تستمر وتؤدي إلى مشاكل ومزيد من التدمير. وزير شباب ورياضة وعدنا وأمام الكل شنتوا تسمعون شنو الوعد اللي قاله لبرنامج الرشيد والناس. وأنا من بعد البرنامج راح أتواصل ويا بالمباشر أيضا أتصل به ونعرف شنو الإجراء القادم إن شاء الله اللي حيصير بحق هاي المخالفات. يعني أتمنى الشباب تركز على طبيعة العمل. أتمنى تركز. هذا لما نقول استثمار لدى الدولة غير أكو مهندس مقيم يشوف إيش يشتغلون عامل واحد وتربة منهارة متجاوزين على الرصيف الآن زراعية. فإذا هي شغلة كذوبة، هي عملية ربح مالي لا علاقة لها لا باستثمار ولا بتطوير منطقة. مولات إحنا ما محتاجين بهذا الشارع، محتاجين أبنائنا يروحون بملعب هادئ بمسبح بمرسم وبس. اكثر من هاي لا يعبروا يعني لا يستمر ملفات الفساد تستمر على هاي الناس. هاي المنطقه منطقه طبقه وسطى كلهم متعلمين ومثقفين ومحترمين. نعم. نعم. هذه هي رسالتي. شكرا لك عمو. هلا بك. شلونك يا ابي؟ الله يسلمك. شلون صحتك؟ الله يحفظك. من اهالي حي الجامعه؟ اي نعم من اهالي حي الجامعه. تفضل اسمعك. والله اني اشوف لو يخلون صبات بالبوب مداخل البوب حتى المستثمر بعد ما يدخل. يعني هذا حرامي. مو مستثمر حرامي هذا. شلون؟ جابه كله بالفلوس رشاوي. افتح لي شلون يعني هسه خابره جوز يعني هسه الدوري هسه بنرصف. لا 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 شنو وين لا القوات الامنيه هي بالقوه الماسكه للارض لحمايتنا. يعني بس دك تليفون هسه الله اعلم شلون جوز دك تليفون. يعني ذاك اليوم جينا هنا دك تليفون جت دوري هنا علينا. وين المشكله يعني هسه انتم شنو اللي مسويه غلط؟ شنو مسوين يعني؟ قلت لي فهمني انت هم ويانا على مود يقولون اعتدينا على النادي واعتدينا على المستثمر. هاي هاك شوفوا ندافع عن رزقنا. احنا ندافع عن رزقنا. ندافع عن رزقنا لا باقي ناس برياض ما عندنا شيء. هم الحراميه مو احنا. احنا هم الحراميه. احنا مو حراميه. احنا ناس كسبه ناس عدلين نحب الصح ما نحب الغلط. والله ابو الجيش قال روحوا من هنا لا صعدكم بالبودي. قال اصعدكم هسه بالبدي والله العظيم. من صلاح انتبه ويا زين. قال روحوا من هنا. تجمعنا نفس هذا التجمع بس ما كان اكو تصوير. بدنا نقول له ليش قاعد تشتغل؟ البارحه احترق المنتدى احنا طفينا خابرنا على طفا. يعني لو ماخذه هاي المحلات كلها والقاعات اللي بقت شويه 20% بقت منها لو محترقه تروح وما حد يقول له شنو هاي. ما عنده بس اثنين حاط حارس مصري حاط حارس ولد مصري وجاب ولد شاب بيته من دياله يباتون هنا بالتشوله يباتون. كان هنا اف بي اس 8 وين راحوا؟ وين راحوا؟ اربع مدربين يجون يداومون هنا اصدقائي يجي يداوم يقول لي ماكو لغت الدائره. يقول هسه احنا وين نروح ما ندري. بكل دوائر الدوله ليست المره واتب وماشي امورهم تابع على وزاره الداخليه اللي هم الاف بي اس يكونون تابعين الى حمايه المنشات يكونون متواجدين. بس هسه ما شفنا هذا الشيء. 68 موظف منعهم من الدخول. منعهم من الدوام. ماكو دوام ما يداومون. 68 موظف منو منعهم؟ منعهم المستثمر ما يخليهم يداومون. ماكو دوام هسه على اي اساس؟ هاي بعد صار استاذ اقول لك هذا الكلام مدير خلي اتاكد من المتحدث باسم وزاره الشباب والرياضه لان المنتدى تابع الى وزاره الشباب والرياضه. اي جزاك الله خير. خلي اتاكد من هذا الكلام يعني شلون يمنعهم ومدير الموظفين على شو اسمه. اي عمو حبيبي اي محافظه بغداد. انت ابن المنطقه احكي لي تفضل. نعم هذا المستثمر جابه كله بالفلوس والرشاوي وتلقاه كل مكان هو متواجد. وين؟ يحاربنا حرب نفسي. دقيقة عمو إذا تسمح لي أنا طبعا جدا آسف. أستاذ موفق صباح الخير. ألو؟ ألو؟ ألو؟
الو استاذ موفق. الو، ما ادري المتحدث باسم وزاره الشباب والرياضه، خلي اعاود الاتصال بي. خلي اعاود الاتصال بي. الموظفين على محافظه بغداد. نعم. شنو هاي؟ نعم. شلون؟ يعني هسه الوزير قال مدى يباشرون؟ شلون؟ الوزير قال بس هو يباشر. تفرج. هاي شنو هاي السيارات؟ تعال ياسر، هاي الاليات مال وزاره الشباب والرياضه راح تنشال هسه، حتى يقوم يشتغل براحته، جايب كرينات هاي قدام عينك. شوف هاي راح يشيل السيارات المتروكه والاليات حتى يقوم يشتغل براحته. وهو عنده كتاب واضح وصريح يقول لك وقف العمل، وما جاي وقف العمل. هاك تفضل. هاي تصوير مباشر قابل، احنا متفقين على الكرين هذا. زين ثلاث كرينات جايين قدامك، قدام الكاميرا. خلي اصورهن لك، شوف. هاي ثلاث كرينات راح يشيل الاليات في سبيل يقوم يشتغل على راحته. وين وزير الشباب؟ هاي وين وزير؟ اذا وزير لا. هو من صار وزير مو اقسم، طلع القران قال احفظ اني الارض والمياه والسماء العراقيه. يلا هو نادي ما يقدر يحافظ عليه، نادي هو ونادي تابع له وهو كابتن. احنا من اجى صار وزير يعني استبشرنا خير، قلنا يا الله استاذ عدنان درجال هو من صميم هاي المؤسسه الرياضيه، لازم يجي هو هنا يداوم، اصلا يداوم هنا ما يداوم هناك. استاذ يعني مدير النادي هسه الموجود مين ياخذ امر غير من وزير الشباب والرياضه ومن الفوقه؟ بس اريد افتهم يعني الوزير معقوله ما خابره لحد الان دا يقول له شنو الشغل اللي قاعد يصير جوا؟ موظفينك وين؟ يعني ما حد يحاسبه؟ زين ليش مدير النادي انا الباحه ب 12 بالليل هو هنا؟ ثلاثه دوامه بثلاثه، ليش يظل 12 بالليل وين المستثمر هنا؟ ليش؟ اريد افتهمه يعني. يا مدير انا هذا بيتنا، انا مديرك ومدير النادي. استاذ موفق السلام عليكم. اهلا وسهلا يعني. استاذ موفق، انا ياسر عامر مقدم برنامج الرشيد والناس، انت وياي على الهواء مباشر. قبل قليل اتصلت بمعالي وزير الشباب والرياضه السيد عدنان الدرجال وتحدثت وياه عن مشروع منتدى الفاروق بالهواء مباشر، ويعني كان رده بانه المشروع يعني بيتوقف عن العمل. لكن الان حاليا المشروع اكو اتوقع سيارات تابعه لوزاره الشباب والرياضه على حسب قول المواطنين دخلوا الى المشروع، يعني ما نعرف شنو العمل اللي حيصير به داخل المشروع، مع العلم بانه السيد وزير الشباب والرياضه قال بانه المشروع متوقف. بالتاكيد يعني اذا حضرتك اتصلت برئيس الهرم في الوزاره، نعم، فبالتاكيد هو القرار قرار رئيس الهرم يعني. نعم. بالتاكيد. نعم. طيب استاذ، احنا انا اللي اريده هسه ما اقدر ارجع اتصل عليه، لربما مشغول بعمل، تعرف بانه منصب وزير والاهتمامات والجهد المبذول. انا اللي اريده من جنابك بما انه العالم واقفه، اهل المنطقه داير ما يدورنا، اريده من جنابك بانه تسوي اتصال هاتفي تتاكد من الموضوع فقط. الموظفين دا يقولون بانه ماكو، العالم دا تقول بانه حتى الموظفين مدى يداومون ومنعوهم من الدوام. حقيقة يعني هي ليست المرة الأولى اللي يعني نعلم فيها إيقاف الاستثمار في منتدى الفاروق. نعم. وهناك قرار بهذا الشأن، وحتى أهل المنطقة أيضا يعرفون هذا الأمر، لكنه الاستمرار هو تجاوز حقيقة على هذا القرار. وبالتأكيد في هذا الحال القضاء هو الفيصل، على لأنه هناك قناعة كبيرة جدا بأنه المنتدى خصص لأغراض الشباب والرياضة وليس لأمور تجارية. نعم. نعم. نعم نعم. طيب استاذ موفق، هسه الإجراء شنو اللي حيصير من قبل جنابك؟ ممكن تعاود انت الاتصال؟ يعني ممكن انه يعني اوصل صوت انا تحدثت استاذ موفق السيد الوزير، تحدثت مع الجناب الكريم الى السيد معالي وزير الشباب والرياضه سيد عدنان الدرجال، تحدثت وياه مباشر على الهواء، لكن اللي اريده من عندك بانه اجراء اتصال الى المديريات، الى مسؤول منتديات بغداد، تعرف شنو الموضوع؟ يعني شنو اللغط الحالي اللي دا يصير؟ هذا اللي اتمناه من جنابك. حقيقه زميلي العزيز يعني فيما يتعلق بهذا الامر، تعال تفضل يمسك، تعال. بالتاكيد يعني هذا الامر راح يحصل، لكنه في نفس الوقت لا يمكن ان اعطيك جوابا يعني انيا من اجل انه يعني دقه المعلومه. هذا الامر حقيقه منذ سنوات هناك مشاكل فيما يتعلق بمسألة الاستثمار، وأنا أعتقد القضاء هو سيكون الفيصل في هذا الأمر.
القرار لان هناك تجاوز كبير على قرار وزاره الشباب والرياضه. نعم شكرا جزيلا استاذ موفق، اشكرك، تحياتي لك، شكرا شكرا. طبعا العفو استاذ ياسر، وزاره الماليه لغت التخصيص على وزاره الشباب والرياضه، ليش؟ لانه هذا المنتدى مخصص للاغراض الرياضيه فقط. نعم. يعني امانه بغداد ما تعطي موافقه، لانه هذا مسجل عند امانه بغداد بانه هاي مخصصه للشباب والرياضه وما يمكن ان تستغل غير استغلال، يعني لا تجاري فقط لاغراض الرياضه. ونتمنى من حضرتك تتصل بمالكة الأرض اللي هي وزارة المالية، عقارات الدولة، مدير عقارات الدولة، أو كلها ما موافقة وموجودين، وجنابك تقدر تتصل على أي أحد من عندهم، وأكثر من مرة خاطبه بأنه يتوقف هذا الاستثمار ونفس الموضوع. نعم. فنتمنى من جنابك اتصال. أتواصل لكم أنا شخصيا ويا عقارات الدولة وعدكم بهذا الشيء، نشوف لكم الحل، يعني شنو الاجراء، لان يعني هسه الوقت ما اتوقع. ايش قد عندي وقت؟ انت 50. ايش قد يعني عندي؟ 10 دقائق. ايش قد بعد وقت؟ 3 دقائق. اها، عندنا الوقت قليل، الوقت ضيق. عندك جنابك انا بخدمتكم، يعني انا بخدمتكم استاذ. المستثمر متفق ويا مديريه الكرخ. شنو هاي مديريه الكرخ مال انديه. زين، مال المنتديات. اي هذا مال المنتديات. هذا استاذ هيثم. طبعا استاذ هيثم هو كل الموافقات يعطيها المستثمر. نعم. هو اللي دخله، هو اللي يطبب الاليات. المنتدى يرفع له كتاب، ذاك الكتاب يشيله ذبه هذا المنتدى لمن تابع؟ الى اي وزاره؟ الى وزاره الشباب والرياضه. بس الموظف كلام وزير الشباب والرياضه والمتحدث وزير الشباب والرياضه مشكور، احنا مشكورين من عنده. وعدنا سابق، وعدنا وعدنان درجال هم وعدنا، بس ما لقينا حل استاذ ياسر. لحد الان ماكو تنفيذ. احنا نريد تنفيذ. احنا اليوم انت شلون انت اليوم شلون تصدق بالمقابلك وبالدوله غير تشوف فعل؟ انا مو بس مجرد حكي، حكي ما استفادينا من عنده لحد الان استاذ ياسر. خلي ينزلون للشارع، خلي يجي الوزير هسه يركب سيارته، خلي يجي هو مخابره. انت مخابرته هسه؟ انا مواطن عادي، انا معروف، انا هذا محلي، خلي يجي يقول وين هذا ابو المحلي اللي اتحداني. انا اتحداه هسه لعد ما عند رجال. انا مو، خلي يجي هنا هسه سيارته وخلي طب وخلي يمنع العمل. انا انحنيله، انا وعائلتي بغض النظر عن الاخوان، ما يخسروا كلهم، بس احنا نريد نختم البرنامج. عوف كل شيء، احنا نشلب برقبه عدنان درجال. انا ما اقول استاذ، هو يعرف ليش ما اقول استاذ. هو خلي يجي عدنان درجال ابن هذا البلد، خلي يجي طب للنادي. اذا منع المستثمر انا انحنيله، انا وعائلتي واولادي واطفالي. هذا تحدي على الهواء، واني معروف هذا محلي هنا. يعني هاي الكلام واضح لناسنا واهلنا اللي ساكنين بحي الجامعه واصحاب محلات. كافي بعد كلامهم واضح، يردون فعل. فالى معالي وزير الشباب والرياضه، العالم تريد فعل واجراء فوري يتخذ بحق هذا المشروع، يا اما يلغى نهائيا ولا يستطيع اي شخص العمل به ويعود من جديد منتدى رياضي يستقطب شبابنا وناسنا واهلنا، يستقطب الاطفال، يستقطب ال- 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 الشباب. انا اتوقع بيه حتى مسرح. نعم مسرح، حتى مسرح بيه، يعني هذا مسرح النهرين، مكان متنفس الى المنطقه باكملها. يا اخوان هلا هلا بالعراقيين، الى هاي الدرجه وصلنا؟ حسب الله ونعم الوكيل. عتبنا على عبد الحسين عبطان اللي كان هو وزير الشباب، وعتبنا على شاكر الزاملي اللي يشيل وينطي اجازات استثمار ويعرف كل الزين ما حد يسويها، وعتبنا على استاذ هيثم ابو المنتديات مال الكرخ اللي مخلي المستثمر طاب وطالع. علي من نعتب؟ ما تقول لي يعني اذا هو ما يمتثل للقانون، يعني هذا منين جاي هذا الشخص؟ نريد نعرف. انا اوعدكم الموضوع راح نتابعه ونتواصل وزير الشباب والرياضة. احنا الناشد اول شخص، الناشد ورئيس الوزراء، لان هو اجى بالاصلاح، اجى للاصلاح. الموضوع كله فساد في فساد. هذا يعني نترجى من رئيس الوزراء يوقف بنفسه شخصيا على هذا الموضوع ويحل لنا اياه. برنامج الرشيد والناس. نعم. يوصل صوتكم الى حد اخر دقيقة من الوقت. الله يبارك فيك. حتى ان واجهنا كل الصعاب راح نوصل صوتكم. نعم. ونتواصل ويا الجهه المعنيه، وان شاء الله القادم افضل. ان شاء الله القادم افضل بعد المواطن العراقي. خلاص بعد ما يسكت يطالب بحقه. نعم. يريد حقوقه. خلاص خلاص بعد كافي. مشاهدينا
من وسط منطقة حي الجامعة، كان معكم برنامج الرشيد والناس، انتظرونا إن شاء الله باكر بحلقة جديدة في أمان الله.